ما شفتش منه حاجة وحشة، وكل شيء اسمه ونصيب، وكل أقدار ربنا خير، حتى لو كانت عكس رغبتنا، وبتمنى له كل الخير. حبيبة النجار بتثير الجدل وحير عند جمهورها بعد الكلام ده. تفتكروا إيه السبب؟ وهل انفصلت عن خطيبها أحمد غريب؟ وإزاي قصة حبهم كانت بنات كتير بتتمناها؟ ومفاجأة عن خبر انفصالهم. كل ده وأكتر هنعرفه في الفيديو ده. كانوا بيحبوا بعض جدا، وعمل لها احلى مفاجاه في عيد الحب على البحر، وجاب لها اكبر بوكيه ورد ممكن تشوفه وبتتمناه اي بنت، وقالت انه العوض من عند ربنا، لحد ما فاجات الكل بخبر زعل متابعينها كلهم وخلاهم في حيره. كلامنا هنا عن بوست للبلوجر حبيبه النجار لباليبو، بتعلن فيه انفصالها عن شريك حياتها وخطيبها احمد غريب بعد قصه حب دامت لاكتر من سنه، وسط حيره وزعل من المتابعين. يا ترى ايه اللي حصل؟ حبيبه النجار واحمد غريب قصه حب زي روميو وجولييت، ولايقين جدا على بعض، وبنات كتير بتحسدها على علاقتهم، وازاي انهم الاتنين بيظهروا بخفه دم مع بعض، وبيتقبلوا هزار بعض، ومفيش بينهم اي تصنع، بالعكس دايما عينيهم مليانه حب وشوق لبعض، وحبيبه عينيها بتلمع اول ما بتشوفه، وضحكتها بتبقى ماليه وشها. وده غير انه عمل لها بروبوزل على البحر في يوم عيد الحب، وبوكيه ورد احمر كبير، وفاجئها ورقص، وعمل لها احلى فوتو سيشن، ويوم ولا في الاحلام. وكل المتابعين ساعتها شيروا الصور دي بقد ايه ده عوض ربنا لباليبو، وكلهم فرحانين بالعلاقة دي، لحد ما في شهر 4 أعلنوا خطوبتهم، واللي كسرت الدنيا بسبب الرومانسية والانسجام اللي كان ظاهر عليهم. ومش بس كده، دعوة خطوبتها في الوقت ده أثارت جدل كبير جدا، واللي ساعتها ناس كتير افتكروها دعوة المهرجان مش دعوة خطوبة، والكل مستغرب جدا بشروطها علشان تدخل خطوبة لباليبو، والأمن نفذ كل اللي هي طلبته بالحرف. وساعتها هي بنفسها قلشت على الدعوة، وقالت إنها شبه اختبارات مدرسة لغات، وحذرت في الدعوة وإن يكون ألوان الفساتين أبيض أو أوف وايت أو حتى البيج اللي مستهبل فيها وعامل لون أبيض. وعملت ساعتها دخول للمعازيم والناس بباركود من على باب القاعة، وده غير إنها طلبت يلبسوا ألوان ملعلعة، وده لأنها بتحب الفرفشة والألوان المبهجة. حبيبة النجار وأحمد غريب كانوا مخططين لكل حاجة في الخطوبة، لدرجة عملوا فيديو الأغنية ليهم قدام المعازيم كسرت الدنيا، وبعدها الكابلز قلدوهم وبقت عادة رسمية في الأفراح. لكن بعد ما عدى حوالي 5 شهور على الخطوبة، حصل اللي محدش توقعه، وهو انهم انفصلوا، وده اعلنته حبيبة النجار وقالت فيه بالنص: كل شيء اسمه ونصيب، وما شفتش يوم وحش معاه، وهو طيب وكويس، لكن ربنا ليه حكمة في القرار ده، واكيد خير حتى لو كان البعد والانفصال ضد رغبتنا. وهنا الناس كلها مش مصدقة ان لباليب وغريب انفصلوا، وفي اللي قال ممكن تكون مشكلة بسيطة وهيرجعوا لبعض خلال ساعات، وفي اللي قال انهم ممكن يكونوا واخدين بريك من بعض ويرجعوا، لكن محدش بيقول انفصلوا لانهم لايقين على بعض ولسه ظاهرين في فرح أحلام عادل وكان شكلهم تحفة. وفي اللي ما صدقش وقال ممكن يكون تجهيزات الفرح هي اللي عملت الدروب ده، ولما رجعنا البيج بتاعت لباليبو فهي حذفت صورهم مع بعض واكتفت بالصور اللي هي فيها لوحدها، وده أكد خبر انفصالهم. يا ترى تفتكر ليه انفصلوا عن بعض؟ وهل مجرد بريك من بعض وهيرجعوا تاني ولا لأ؟ شاركونا في التعليقات.